موجز السادسة من قناة الطناسح، أهلا بكم. أقيم ظهر الخميس بميدان الشهداء بطرابلس صلاة الجنازة على شهداء الواجب جراء التفجير الإجرامي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات صباح الأربعاء. وحضر مراسم التأمين الجهات الأمنية والشرطية وعددا من المواطنين. وطالب محتجون عقب صلاة بكشف المتورطين في العملية الإجرامية والوقوف صفا واحدا ضد من يريد زعزعة عدران أمن استقرار العاصمة. وكان طرابلس قد شهدت الأربعاء هجوما نفذه مسلحون استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات ببلدية حي الأندلس مخلفا 15 قتيلا و21 جريحا بحسب الأحصائية التي رصدها المستشفى الميداني بالعاصمة. دعا الساحات ونشطاء المجتمع المدني كافة سكان العاصمة إلى تظاهر عصر الجمعة بميدان الشهداء تنديدا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات. وطالب التجمع في بيان لهم تلقى تطناصح نسخة منه بعدم الإنجرار وراء الأهداف التي وصفوها بالخبيثة وراء ذلك العدوان. وعرقلت الانتقال الدستوري السلمي للسلطة عبر الاستفتاء على الدستور ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة تمثل الإرادة الوطنية لكل الليبيين. وأشار البيان إلى أن هناك تأبين لشهداء الواجب الذين سقطوا جراء العدوان الغادر، كل ذلك بحسب البيان. أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة ظهر الخميس أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس الأربعاء وصلت إلى 14 حالة وفاة وستة جرحى. وقالت الوزارة في بيان لها أن الضحايا 14 تم استقبالهم في عدد من المستشفيات العامة والخاصة في طرابلس، مشيرة إلى أن الجرحى الذين تعرضوا للأغماء أو الجروح بسيطة حصلوا على العلاج وغادروا المستشفيات العامة والخاصة، كما تم تحويل حالة واحدة حرجة من مصحة الفردوس إلى مصحة المختار بطرابلس، بينما خرجت ثلاث حالات الأخرى بعد حصولها على العلاج. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأحصائيات رسمية ومعتمدة وفقا للأحصائيات والمعلومات الصادرة عن المستشفيات المذكورة بحسب البيان. أقدم أحد المواطنين الليبيين من حملة الجنسية الكندية يدعى علي حمزة على رفع دعوة قضائية لدى المدعي العام في باريس أواخر أبريل الماضي، متهما فيها خليفة حفتر بالمسؤولية عن أعمال قتل وتعذيب وترهيب طالت عائلة المدعي وآخرين أثناء حصار منطقة قنفودة العام الماضي. حمزة أشار في دعواه إلى أن ثلاثة من أفراد أسرته قضوا أثناء محاولتهم الخروج من مجمع العمارات 12 بعد أن أمضوا أشهرا طويلة حافلة بالمعاناة والحرمان من الغذاء والماء والدواء، وامتناع ميليشيات حفتر انتهك عن السماح للعائلات في منطقة قنفودة بالخروج عبر ممر آمن. عذراً، قتل ثلاث من ميليشيات الكرامة وجرح أربعة آخرون في الاشتباكات المسلحة مع قوات مجلس شورى مجاهدي درنا بمحور الحيلة جنوب المدينة. وأكد مصدر من شورى درنا بانسحاب الكتيبة 155 استطلاع والكتيبة 166 مشاة والكتيبة 132 مدفعية التابعة لميليشيات الكرامة بعد الاشتباكات، مشيرة إلى انفجار لغم أرضي بالمحور الجنوبي لمدينة درنا. وصلنا لنهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.